شبيك؟ تعبت وفديت. قديم مرة قلت لك برا شوف حياتك. قوم شوف روحك في المراية، وجهك أصفر، عينيك محوقة. فيق روحك يا جيني، راك مرأة. مرأة؟ ونشوف فيها هالمرأة. جاب ربي عايشة معانا. ترى فيهم الأولاد. واحد يقوم الآخر يتكب. مشاكل ولادك عمرها ما باش تتحل، وزيد كل حاجة في طريقها، لازمك تشوف حياتك. يعطيني قلبك يا لطيفة، ما برد دمك. قول أنت يا أنا شنو؟ قول. ما نجمش نعيش من غير راجل يدقدقني يضربني ويجري لي دمي. هي ليلة كنت فرحانة بيه ويقعد ديما راجلي، وكان جيت النجم نرجعه راني رجعته. هذا اش تحب تقول لي؟ بارك الله عليك، وهذه عيشة هي؟ عليه، عجبتك عيشتك أنت؟ أنا في بلاصتك فديت. بالله شنو تحب لي نعمل؟ قو زين قد بزنس يا جيني. البزنسة؟ وكين بزنس نهز معايا بدر ولا بيرم ولا إبراهيم ولا ثلاثة مع بعضهم؟ علاش تهز في الأولاد معاك؟ ما وهزني أنا. ما قول هكا من الأول، هالدورة الزايدة. توا بربي فما واحدة بعقلها، تسلم في واحد كيما الشريفة، وهرة ولبس عليه، زيد تحب ولا تكره بولدك. شكون قالكم زال حشتو بيا؟ بلكي عم في هذا كله على خاطر ولده. يليل على خاطر ولده وعلى خاطر كلبه وعلى خاطر قطوسه، المهم يحب يعرس ويكتب صديق. شبيك ماكش في صح؟ كشفت روح. اخي كسب انت حاطط في قلبك وجيت ترن. قطعت الزطله من البلاد. نحب نخدم بدني يا صاحبي، نضرب الدزه ونجنح. شبيك تتبس؟ شي جنح على روحك، شكون شدك؟ حقاري موت الليل. ما نزيدك؟ ها مال شبيك، راني كنت نسخ. راهم الجوجول التمسكيل يلزمها وقت. كيفيه بابا؟ الجوجو هو اللي خدم لي بدني يعني. زيد تنشوف العارف. باش نشوف. ساعد روحك. ها الجو باهي. هاني معك برك. جد تيز عاد تيز ما بلدك. شمين؟ قاعد إلا لعب. ايش بيك مغلغل يا معلم؟ علاش تحبني ما نغلغلش؟ لا يا عندك الحق، حتى هي عكسة من الشيرات الكل، حابسة وتماركة. اش فهم؟ تيبولين دم فخلي قلب. لو زعما مش توصل معاه الحل؟ لا كيكة تهلا، برهوم ديما يسلك. ترى زيد عشان ماشي. هاي بابا هاي. تعرف أكثر حاجة نحبها فيك شناية؟ شناية؟ طلع. شناية؟ سوقاني الموتورات؟ لا لا. أما لشنو؟ كي تبدا تحكي لي على اخواتك، والله نعمل عليكم كيف مش نورمال. قديش محليكم وقراب لبعضكم وتخافوا على امكم. ليه حتى انت جاوك بيه مع داركم. انا بابا ياسر نزل عليه. اما حالك تجي تشوف هو اللي كعبرها لي. كان تخلع معايا من الاول بالقوه وكركرني من شعري وهزني المطار، ثاني بعثته. اما هو موسع باله معايا على الاخر وقاعد يتمرمد لهنا على خاطري. تراو شكيككم كوم متفتح وماخذ فرانسيس راه مسكر على الاخر في مخه. ديجا بهتا فيه كيف طاو يتصرف معايا بالباهي. بهتا فيه اما تخافني. تي هو يصعب فيها وهي ساهل. فهمت شبيه ما حبش يفهم انا. يمشي هو يسافر على روحه وانت هكريك شبح ذي. والله كان جينا في بيريود نورمال صحه. اما انت تعرف قديش عنده مشاكل وقديش مزمر عليه. ومنبوس قدام امي كيفاش ضيع فلوسه وفلوسها. وي انت فاش جيت شو عندك عمل؟ بلي ما تخممش ساعات كان ما نجمش نقف مع بابا في بيريود عنده فيها برشا مشاكل، كيف باش نقف معك انت نهار اخر؟ انا يا روحي مش لازم تقف، اقعد قاعده بحذايا يزي. يزي نحكي بجدي، لاني بابا نحبه ونحبه برشا. حاسه روحي ياسر غلطه معاه.
وما تنسيش كان ينجم يكعبر هيلك على حكاية الزطلة ويشكي بيك، هو ما عملهاش. شنو يا اخي هدك خليك تبعد علي ما كاش باش يمشي يشكي. تي ليه تعرفوا باسي بالجونغ رجال على الاخر. ديجا اخر مرة كحكينا قال لي اللي هو فيدد وما يحبش يقعد في تونس، اما قال لي بنتي اعمل اللي تحب. يا بيه تفضلت المشكلة معناها يمشي على روحه وانت هاك بحذاك. ابراهيم علم طلعش انت معايا لفرنسا؟ انا لفرنسا بمواراق وزيد تعرف وضعيتي هوني كيفاش. نجمو نكبو صديق ونقدو كل شيء في الامباساد ابخي توش في فرنسيز. تو ما نجمش خويا موقف وخويا الاخر مش معدل جمل مفيدة باش تقعد وحدها تي حتى على هزين القف. معناها انا مرمات نخلي بابا وامي وقرايتي والدنيا الكل على خاطرك انت باش انت تقعد هنا تهز في القفة. تي ليه مش هكا؟ ليش نو اللي مش هكا؟ لين ده والله كنت تمشي عليا نموت. ما تخافش ما تموتش. ما تعرفنيش راني مهبول ومساعة ساعة على الاخر عادي نهز الموتور ندخل بها في اول حيط يا رضا. وتخلي مفيدة تهز في القفة وحدها. قوم وصلني نحب نروح. لين ده قوم وصلني نحب نروح. إبراهيم هاني نغسل فيها وتنكملها فيس. لا مانيش على الكرف. مالها لشني؟ حبيت نقولك سامحني عايش ولدي. أنا نسيها معك على شنو؟ قعدت لهي بأخواتك الكبار ومشاكلهم ونسيتك أنت. عندك الحق ميسي ليش اسمع غير ماشي حويجة وكا. نحكي بجدي صحيح ماكش فالح في القراية أما ديما واقفة معايا ومع أخواتك وخالتك وبنات خالتك اللي حك راسي يقول وينك يا إبراهيم وأنت عمرك ما تقول لي. برا بركة ميسيرش. قولي وين وصلت حكايتك مع ليندا؟ حكيت شنو بربي؟ يا أخي مش فاهم حكاية ماخذها؟ تيه تو خويا في الحبس ولده مازال كيتوفى، تحبني أنا نقوم نمشي نخطب؟ كانك على ولد خوك ملايكة من دنيا تولجنت، كان على خوك ربي يفرج عليه. كان حاجتك بالحق بالطفلة، خلينا نمشي وناخذ كلمة من عند عائلتها، وأنت لم على روحك بشوي بشوي. زيد تو كل حد مشي على روحه. عليه تعاركتوها؟ لا تعاركنا لشيء، مشيت مع باها لفرنسا. عليها خليتها تمشي؟ ياك تشوف نهزوا سيخ تغرق الاخرى. تي انا وفديت. وزيد تو هي برسمك شد فيها صحيح باش تقعد لهنا لويا مسكين مرمت فيها. قلت لي تنجم تسلك امورها غادي بالكدا. تي حتى قالت لي نكتبوا صديق ونطلع معاها لفرنسا قلت لها لا. عليه قلت لها لا. تي ما نجمش خليك وحدك في الظروف هذه. ربي يخليك ليا يا ابراهيم. اما ما كركش قلت لها لا. تي ما يسالش هكا خير الناس الكل. صادق ناجم صادق ناجم غدو ما نجيش نخدم من توا باش تبدا تاخذ في الكونجيات مش خاطر عندك شويه معزه عندي باش تبدا تتحل عليها على خاطر عندي ظروف مريض لا الحمد لله باش تهزمك للطبيب ولا عندك اوراق باش تطلعهم يا ما يفرض حكايه في اهل البلاد سي بي مونك كرويلمون ديماجيناسيون حتى الكذبه هي بيدها خد عندي الرونديفو في بلاصه يمكن يكون فيها 2000 واحد ما تعرفش على البلاء غدو ما نجمش نجي سي صادق يلزمني نزور اخوي خوك زورو نهار اخر جيش واحد مابول يحط لي كرتوشه بين عينيه تراسيلك تزور فيها انا اخوك فرد وقت عندك اخوك متوفي خويا في الحبس مش عمل؟ ما عمل شيء مظلوم ربي خالص وحلوه مزوره نهار اخر غدوه انا حاجتي بيك الزياره كان بالاربع معناتها ما نجمش نمشي نهار اخر يا سي صادق خاني نخدم معاك سبت واحد اعطيني نهار راحتي بالاربع هذاك كي تبدا تطلع في مضامين في البلديه اما ما دامك تخدم معايا تخدم معايا وتقول لك تخدم هي ريت كيفاش العباد اللي كيفك تمد الاصبع يحب ياخذ يد شنو وليتش انا تولاي بكون جيت الخدامه تحبش نطيب لك قهوة؟ سامحني سي صادق.
هذا ما فاتح لي كرهب بالزوز. كرهب تعرف كو الكرهب اللي عطيته لي باش نخدم به. شفاهمة؟ ما عادش خاتم. عليه؟ هاك. وفي صديق يقول لي شبيه؟ قال له راه ما نجمش يخدم بالله أربعة مادام هو مش مساعد وربي سمعنا لبعضنا علم الخير. في مخك ديما سوني على خاطر نهار كونجي. ماشي حكاية نهار كونجي، عندي حاجة ما نجم نعملها كان بالأربع. إيه يصبح مريض وما تجيش نهار الأربع. ونهار الأربع اللي بعد، إيش باش نعمل؟ ماتش عندك نهار الأربع. نهار الزيارة متاع خويا في الحبس. بي بدر. إيش تحب؟ ارجع أخدم لعلى يبدل رأيه ويعطيك نهار الأربع. ما نصورش، وكمل احكي معايا بحقرة. سي صدق يحكي مع الناس كل بحقرة، وزيد ناس كل غيره منك على خاطرك قريب له. ياسر قريب، هذاك علاش طلبته في نهار كونجي ما عطاهوليش. هيا ارجع واخرج بنظافة ومواريق الأوراقك وخذ حسابك وبعد اخش على روحك. هاي هيا هاي يخي هو أخوك شو عمل؟ يخدم شفير في الشركة شد السكرتير عمتها العرف الكبير بالسيف. عملتش السلعة سلعة. نورمال انت تدز البابا كيكة مع المكش الدقة؟ الله غالب ما كتعف لي لمينش متربية نور. أنا راني منيش في صحني، اختاني. بتاو نرمال تتعرف مع طفولة كيكا؟ أنا طفل؟ بدر طلع فيه الاسم السابعة، تسهر فيه معك، تقعد فيه في تاولتك، تزيد تشرب فيه في شامبان، بعد جيت مزبلة كيكا؟ ش عندي عمتلو أنا؟ حب ياخو نهار كونجي قلت له لا، تو تاخو نهار آخر. ما هوش باش ياخذ نهار الآخر. جرمي فتح الكهرباء قالك ما عادش خادم. يا ربي وجهه خير. منعك من الموت. والوين خلص فيه أنا؟ ولا كل واحد يخدم خنته ولا عامل مزية؟ وين علاش تخلص فيه؟ قارن في روحك بهو؟ عادينا وين نعرف هاك طلعت كيف تتقلب تتقلب. انا راني فادد يحب ياخذ نهار الاربعاء تيه الاربعاء والخميس والجمعه. ميرسي بوكو نور. وانت شبيك له يا بيه بزايد شويه تو انت ماكش في صحنك وعندك برشا مشاكل تنحكيو من بعد. تشاو.